السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زوف الله الأصدقاء ديالي العشاق ديالي المتتبعين ديالي الأوفياء الأعزاء الكرماء، يوميا ما كاين غير تفرقع لي إخوان وكنفرعوا إم دي جي إس يوميا كما العادة الإخوان. الوريقة الأولى ديالنا ديال اليوم الثلاثاء غادية مزيان الحمد لله، بعد ما جبنا المقابلة الأولى ديال الدوري الأرجنتيني باراكا سنترال مع كلوب أتلتيكو بلاتينسي أس أس، ربحات باراكا سنترال بواحد الزيرو ابتداء من الشوط الأول في الدقيقة 16 إخوان. بقات لنا مقابلات مانشستر سيتي مع بايرن ميونخ أس لفائدة مانشستر سيتي، يعني ربحوا في الشوط الأول ربحوا في نهاية المقابلة 1000 درهم فيها 7525 درهم. التعلية عوينات كوسقيلية عوينتك مزيان دائما غرس غرس شعارنا الأبدي اللي بغى يدخل معنا في الجروب في أي بي ما كنحسدو حتى شي واحد. دابا الدقيقة 75 مانشستر يونايتد رابحين بجوج لزيرو، ربحوا بواحد لزيرو في الشوط الأول. دابا الشوط الثاني جوج لزيرو الإخوان كما كتشوفوا مباشرة على قناة دي جي سبورت واحد رومانيا. ها هو الهدف الثالث، بوم 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 بوم، يوميا كتدخلوا إم دي جي إس وهي الوريقة إن شاء الله غتدخل وندخلوا 7225 درهم. اللي بغى يدخل معنا في الجروب في اي بي ما كنحسدو حتى شي واحد. ثمن الاشتراك الشهري هو 287 درهم، لا نقاش فيها ابدا. اللي كيشوفنا اول مره ما تنساش دير ابوني. الى اللقاء في امان الله.